السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. بس ثواني ننتظر الكرام إنهم يكونون متواجدين بالمحاضرة من بدايتها. ويعني ما شاء الله اليوم طبعا الحلقة بإخراج عبد العزيز بن أحمد، فمتحكم فيني من نص ساعة الحين جلستي على الكرسي. يعطيه العافية، بارك الله فيك عبد العزيز، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد بالمشاركة مع برنامج الوطني للرعاية النفسية تحت إشراف وزارة السعادة، ويعني شكر دائم ومستمر وغير يعني موزون يعني بموازين الشكر الطبيعية للوزارة واهتمامها بالرعاية النفسية للبلد والوطن العربي. شكرا لمعالي عهود الرومي في الحقيقة شخصيا على اهتمامها بهذا البرنامج ومتابعتها اللصيقة. اليوم موضوعنا يا جماعة الخير عن الإيجابية مع الذات. وطبعا أنا لما أتكلم عن الإيجابية مع الذات دائما ما أقدر أن يغيب عن ذهني أو تغيب عن ذهني كلمة الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كلمته التوجيهية للشباب اللي اعتبرتها أو سأعتبرها اليوم منطلق المحاضرة، الكلمة التي قال فيها أن تسلحنا بالعلم وتسلحنا بالتقنية يجب أن يكون الأفضل على مستوى العالم. وقال أن الخيارات المطروحة عندنا خيارين، إما أن احنا نهتم بالكم أو النوعية، وخيارنا طبعا النوعية. النوعية فيكم وفي كل مواطن على هذا البلد وكل ساكن في هذا الوطن على هذه الأرض الطيبة. فاليوم إن شاء الله راح نحاول بهذه المحاضرة أن احنا نركز على معنى النوهاو، نوظف. أنا مثل دائما يعني دائما بطبيعتي ما أحب النقل العلمي بقدر حبي للتوظيف العلمي للمعلومة. المعلومة التي لا تساهم في بناء الذات هي ليست إلا محض من 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 خيال يشبع يعني ذهن أكثر من كونه يبني حاضر وواقع ومستقبل. فمن هذا المنظور أنا راح أهتم بالنوهاو. وبداية طبعا راح أبدأ بالنقطة الهجومية اللي أقول فيها يا جماعة الخير شو هي الإيجابية مع الذات. من وجهة نظري الإيجابية مع الذات هو تعبير حقيقي عن القبول الذي يعكس شيء واحد، حبك لذاتك، حبك لذاتك، احترامك لذاتك، تقديرك لذاتك، حمايتك لذاتك. طبعا أنا لم تعمدت اخترت هذه الكلمات، لأن حمايتك لذاتك وحبك لها هو ليس الحب الأناني الذي يظنه البعض والذي قد نكون سمعناه من كثير من الذين يتوقعون أنهم يعني متميزين في إرشاد الناس. حب ذواتكم، حب الذات الذي لا ينطلق من الإحساس بالمسؤولية تجاه النفس والوطن عمره ما يكون حب ذات سليم. حب الذات السليم والإيجابي هو الحب الذي يحوي بعض الأنانية، ليس كلها، يحوي كثير من الغيرية اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. هذا المعنى الحب الإيجابي اللي احنا ندعو له واللي نتمناه. لأن لما نراجع الآن مدى التزامنا بتعليمات قيادتنا بشأن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، ونسمع عن عوائل تتعرض كلها للعدوى بسبب مخالفة شخص، لا في الحقيقة لا، مخالفتنا كلكم مخالفة كل الأشخاص. المسؤولية عمرها ما تكون من الشخص المخطئ، وإنما من كل شخص احتك بذلك الشخص المقصر. قصدي كلنا مقصرين مع الأسف، يعني عزائنا ويعني ألمنا الحقيقة لهذه الأخبار من العدوى الجماعية لعوائل، ولكننا نشد على يدي كل من يحرص ويعبر عن حب الذات وحب لأهله من خلال الابتعاد عنهم. في هذا الزمن يا جماعة الخير الحب يعني التباعد ولا يعني التقارب. إذا تكره إنسان تقرب منه انفخ بويها، سلم عليه، خاشمه،
لأن أنت في هذه الحالة ممكن أن تعدي أو ممكن أن يهديك. بذكر في هذا المجال في مسألة الحب، حب الذات وحب الآخر، قصة الفتاة التي ذكرها لي أحد زملائي الدكاترة. قال لي فتاة قررت أنها تعبر عن حبها لنفسها من خلال حبها لأهلها. أهلها كلهم تقول في البيت كلنا شديدين على بعضنا البعض، نحمي، كل واحد يحمي نفسه، ننهر بعض، نعاتب بعض، نلوم بعض، سامحوني، ننبح على بعض، نزأر على بعض. فلو قال لي أخوي مثلا هات القلم أقول له ليش أنت يبه، هات الماي، لا والله الكلام اللي تسمعوا له واللي نعرفه. الحقيقة كان بينهم هذه الشدة. تقول حتى يوم من الأيام مليت، فقراري إما أن أتركهم أقطعهم أو أني أحدث تغيير. حبها لذاتها ولأهلها ما قالت لأهلها بتركهم ولا بذهب، قررت أنها تحدث تغيير، قررت أنها ترد الإساءة بالكلمة الطيبة. دخلت البيت مرة تقول سلمت وأنا بالسلام، أخوي ينبح علي وين ومتأخرة وهذا الكلام، ابتسمت له ومدحته سلمت عليه ورديت غرفتي. تقول بعد فترة ياني أخوي يقول لي شبلات أختي تمريضة وانتي ليش ما رديتي علي وانتي. قالت له لا حبيبي أخوي أنت اللي تامرة، أنا آسفة، لا حقك علي، أنا ما تأخرت، أنا كذا، لكني الله يحفظك يا الغالي اللي تامرة. تقول راح أخوي طلع مصدوم طبعا، جاي تصدمة حضارية ما توقع هذا المعنى. يقول طلع عني 10 دقائق رد وحب راسي، ومن ذيك اللحظة سبحان الله تغيرنا أنا وأخوي، تغير كل من البيت، من بالبيت أبوي صار ما يصارخ على أمي، ولا أمي تنهر أبوي، ولا أختي الكبيرة تزعل، ولا أخوي الصغير ينشع شعر أخته. الحقيقة القصة باختصار هي أنها اختارت أن حبها لذاتها ليس من خلال الدفاعية فقط، وإنما الإيجابية في العطاء والبناء. نفس القصة لذلك الشخص الذي أراد أن يحمي نفسه فغضب على مديره فقدم استقالته ليدمر أسرته يبحث عن وظيفة، وكان الأولى به أن يصبر ويبحث قبل أن ينهي علاقة عمل هو محتاج لها. وقصة كذلك في حب الذات تهمني أني أذكرها الحقيقة بهدف التنوع، قصة الأم التي جاءتني تقول يا دكتور أريد أطلق أنفصل عن هذا الزوج. قلت لها خير إن شاء الله. قال لي دكتور ما يصرف على البيت، يغيب عني بالأسابيع، يرد لعياله لما يرد ما يصد علي، كله عند أهله، يصارخ علي، يهيني، يحرجني، خياري أني أنفصل عنه لأنه شو خانة الريال اللي في البيت والحرمة أبدا مش مستفيدة منه، على قبل أصير المحكمة باخذ مصاريفي. قلت لها بس لا أستطيع أني أيد هذا الرأي. قالت لي ليش؟ قلت لها لأن بالأخير الخيار لك مبلي، أنت عطي نفسك تفكرين، بعطيك أسلوب اتخاذ قرار، بالقرار العقلاني وليس العاطفي تمشي أمورك. قالت لي إن شاء الله دكتور. أعطيتها برنامج، صبرتها 3 أيام برنامج هدوء نسميه إحنا ديسنتسايزيشن بروغرام، اللي هو برنامج تهدئة التحسس. سبحان الله يا جماعة بعد 3 أيام جاتني كانت تقول لي دكتور أنا قررت أني ما أنفصل عن زوجي. قلت لها الله يهديك أختي، لا القرار الأول صح ولا القرار الثاني صح، إذا تحبين ذاتك مش أنك تنتقمين لها أو تركضين وراء أهوائها، إذا تحبين ذاتك حاولي تحدثين تغيير في زوجك وعائلتك وبين عيالك. سبحان الله هذه الكلمة أثرت فيها، راحت وحاولت تكسب زوجها، إذا زوجها يتحول إلى بيتوتي. الفكرة يا جماعة الخير هي أن احنا مش هدفنا أن نثبت حبنا لذاتنا، احنا نحب ذاتنا، من ما يحب ذاته، من ما يخاف على نفسه، لكن أنا اللي أعتقده أنه هو الأسلوب اللي احنا نستخدمه غير مناسب لهذا الأمر. وهذا سر المحاضرة اللي أنا أريد أني أستخدمها معاكم، وهي أني أحاول أدعم موضوع بناء عضلات التغيير بشكل ان احنا ما نرضى ان نوقف مكان واحد حتى لو هذا المكان القمة، لان كل ما بنينا عضلة التغيير كل ما استطعنا نتكيف مع الحياة، نتكيف مع المعطيات، نبني انفسنا صح،
وهذا هو الهدف من هذه المحاضرة، وهذا هو اللي إحنا نتمناه، وهو أن نحن دائما 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 نصارع أي عنصر من عناصر المقاومة نحو التقدم والبناء، وبهالصورة نكون أكثر، لابد نكون أكثر عقلانية، أكثر واقعية، أكثر تفاؤلية، أكثر شمولية، أكثر اتزان. بهالصورة راح تكون أفكارنا بناءة وليست أفكار ميتة أو مميتة. طبعا نخاف من مميتة، أحيانا الناس تأتيه أفكار ميتة، هم ما يستفيدون، لك الأفكار مميتة هي الأخطر. بهذه الصورة نستطيع أن نحن نبني أنفسنا بناء صح من خلال أربع عناصر مهمة نكون حذرين فيها، فإذا حسينا فيها فهذه علامة مش طيبة، لازم أن نحن نحاول نغطيها. لما نلاحظ نفسنا متلهفين للعطف وحساسين وملتزمين مع الآخر وما نقدر نفك عنه أو مهووسين فيه، هذه علامة سلبية، علامة أن نحن نبالغ في طلب أن الأمور كلها يجب أن تكون مرتبة 100%، ما نقبل النواقص. الحقيقة صحيح نحن نسعى إلى الأفضل، ولكننا لا نسعى إلى الكمال، الكمال بيد الله عز وجل، لكن سعينا إلى الأفضل يخلينا دائما إحنا الأقرب إلى الأفضل. النقطة الثالثة أن نحن أبدا إذا وجدت نفسي أستسلم للهزيمة أقنط لما ينجح الآخر، أنا كذلك علامة مش طيبة. لما أفكاري تكون تأزمية، عندي مشكلة ضخمت منها، كبرت، تشاءمت، أنا كذلك أنا أعطيت الفكرة غير السليمة. هذه المؤشرات في الحقيقة تدفعني إلى أني أنا أؤكد على أني إذا أردت أن أكون إيجابي مع ذاتي، مهم جدا أني أكون فنان في البحث عن نفسي، فأتعرف عليها وأبحث عن الأماكن اللي أبنيها فيني. الهدف بسيط، الهدف هو أن الواحد فينا يتعود أن يكون سلوكه دائما يحدث تغيير أو تطوير، يعني دائما يبحث عن التحسين وهو غير سلبي فقط. يعني شوف بالحياة العادية دائما أنا أبحث عن التغيير، أبحث عن التطوير، أبحث عن الأفضل، أبحث عن التحسين، أما أكون سلبي أصنع الأحداث ما أنتظرها. يعني أنا على شيء مثلا إني initiativist مش reactionist، أصنع الأحداث، ما ألتزم موقف دائما موقف الدفاع، أنتظر حتى أدافع، لا أنا أهجم، أهجم على ضعفي، أهجم على نقصي، أهجم على الأفكار الجديدة، أطور من نفسي بالصورة هذه، أهجم حتى على كسلي، أهجم على الخوف. إحنا دائما نقول الخوف خواف، إذا هجمت عليه خف، فإحنا نقول أهجم حتى على الخوف بالصورة هذه أنا أكون إيجابي. لكن هذه الإيجابية تحتاج إلى تقنين، كلمة قنناها كل ما نجحنا. وأنا وجهة نظري التقنين في عنصرين، العنصر الأول أن الإنسان فينا يبحث عن صعوباته، يدور وين الصعوبات، وين أنا اليوم لاحظت نفسي مثلا ما أعرف الموضوع فلاني قريت عنه، لاحظت نفسي والله ما أعرف صرف فلاني رحت وحسنت فيه، والله وجدت نفسي كتابتي في الرسائل كذا فيها نقص وطورت من نفسي. هذا هو العنصر الأول، وهو أني أنا أدور نقصي وزيده. اثنين، أني أتخذ خطوات مناسبة أني أكون إيجابي على الأقل مع ذاتي. قصرت في صلاة الفجر، أواجهها، أقرر قصرت في تعاملي مع الآخر، في كلمة ما عرفت أرد فيها على شخص، تحاولت أني أبني نفسي بطريقة، كل هذه الأمور مهم أني أنا أستخدم هالأمرين. يعني باختصار هم أني أنا أعرف عيوبي، واثنين أني أحاول أني أطور هذه العيوب. في سبيل هذا الأمر في الحقيقة أنا بحاول اليوم أني يعني بعد هذه المقدمة أني أركز على محاور ثلاث، أعتبر أن هالمحاور الثلاث هم محاور كلامي كله عن بناء الذات ومحاولة التوافق مع توجه قيادتنا
لبناء هذا الإنسان الكواليتي والكواليتيتيف، الإنسان اللي قادر إنه يواجه ويتطور ويتحسن. شو هن ثلاث نقاط أنا ذكرتها لكم بالبرومو، قلت لكم إني أنا راح أركز على تعلم كيف نتعلم، تعلم كيف نواكب التغيير، وتعلم كيف نركز على اللي يفيدنا أو ما يفيد حتى ما نغلط. طبعا احنا لما نتكلم عن النقطة الأولى تعلم كيف نتعلم، خلونا نأكد على أن التعلم الحقيقي ليس هو الخوض بتجربة ما فقط، وليس هو العلم بنقطة ما فقط. أنا دائما لما أقول العلم ليس هو كل شيء، ما أنسى قصة محزنة هي لدكتورة تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية التي وجدت ابنها يصاب بشوط بسيط، فإذا بها بدل ما تطفئ الكهرباء تأتي وتمسك بابنها لتتوفى هي وابنها، بسبب أن المعلومة لم تدخل داخل القلب في لحظة الاشتباك، لأنها يعني الله يحفظها هذه أقدار الله عز وجل. ولكننا في العلم نقول أن المعلومة ليست هي البناءة، وليست التجربة هي المفيدة، وإنما هي هذا الكومبينيشن أو هذه القدرة على توظيف العلم وتعلم كيف نتعلم. في هذا العنصر أنا دائما أحب أقول للناس يا جماعة الخير، مش عيب إن احنا نخطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل ابن آدم خطاء، وقال وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم غيركم يذنبون فيخطئون يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني الله سبحانه وتعالى يحب فينا الخطأ، هو ليس المعنى أن تعالوا خطأ والله يحب الخطأ، لكن المعنى هو أن يعطيك المساحة رب العالمين أنك تخطئ، لكن يعني خلاص تخطئ لا تكرر الخطأ. هذه النقطة اللي احنا نقولها دائما، نمو الإنسان في قدرته على حسن قراءة الأخطاء، فكلما تعلم من أخطائه كلما نجح. وإحنا بأكد على نقطة جدا مهمة في شخصياتنا، حد منا يا جماعة لما يخطئ عين على الماضي ليس لاستكشاف الخطأ، وإنما لتقديم المبرر والعذر وبناء العذر إن أخطأ، إن له حق إنه يخطئ، فهو يعني صح غلط لكن يعني هو يعني خطأ لسبب فلاني فسامحوني أنا، كل منكم أنتوا خليتوني أخطأ. هذا الكلام يعني وسيلة من الوسائل التفكيرية، وهذه طبيعة احنا في علم النفس نقول ان دائما يعني الرمي على الآخر وسيلة من الوسائل، لكن هذه الشخصية ليست الشخصية التي تبني نفسها. الشخصية التي تبني نفسها هي الشخصية القادرة على الرجوع للماضي بهدف استكشاف ولو خطأ واحد وتصحيحه. فلو انا في كل مرة اخطأت حسنت خطأ بسيط وصلت لأني أنا في النهاية أصل للنتيجة التي أتمناها، وعلى هذا الأساس تدور دائرة المعرفة بين الحاضر وبمحوريه الماضي والمستقبل. فنحن نقرأ الماضي لنتعلم، نستخدم الحاضر لنستفيد أو لنستقرأ، نستخدم الحاضر لنتدرب، ونستعد للمستقبل لأنه هو توجيه الهدف اللي احنا نسعى له. وعلى هذا الأساس عنصر تعلم كيف تتعلم يجب أن يكون بهذا المعنى، وإلا فلن نتعلم أبدا. القدرة على التعلم يا جماعة الخير ليست فقط مهارة، هي إحدى الأنشطة الإنسانية الضرورية لبناء الإنسان، هي اللي من عهد آدم إلى يومكم هذا نحن نتطور نتغير لنكون ذلك الإنسان القادر على إعمار الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى، أو عمارة الأرض. وهذا راح يعتمد في التعلم على مراحل أربعة استخدمها دائما إذا حبيت أنك تتعلم كيف تتعلم. وهذه المراحل أحيانا قد ما تكون مراحل، قد لا تكون مراحل، قد تكون عبارة عن جزر
واحد، كن دائما أو دائم المحاولة والمحاولة والمحاولة، لا تتوقف، لا تستسلم. فإذا فشلت في شيء لا يعني هذا الفشل أنك أنت فاشل أو أنك لن تستطيع. وهذا ميزة وطننا ودولتنا لما تكلمت عن وزارة اللامستحيل. السبب في عدم نجاحك هو أنك لم تتوصل إلى الطريقة الأفضل للوصول إلى إنجاح هذه المحاولة. ومن خلال محاولاتك مثل ما قال أديسون تعرفونه، نقوم بعملية المرحلة الثانية اللي نسميها المراجعة، الراجع وين نحسن حتى نوصل للنتيجة. فإذا نجحنا فيها راح يبدأ نفهم المعطيات، نربط المتغيرات. محاولتي اليوم لإقناع أبوي إنه يعطيني شيء، ولا مديري إنه يسمح لي إني أروح محاضرة أو أعمل دورة أو يعطيني ترقية، كلها محاولات أتعلم من أخطائي في فهم الآخرين لي. كلها نعطيكم بس أمثلة متنوعة في هذا، كلها من خلال حاول، راجع أخطائك، عمم، ثم في كل مرة طبق. طبق يعني حاول مرة أخرى في الحقيقة. فهذه المراحل الحقيقة مسار جدا مهم في معطياتنا بالحياة. سؤال يقول ليش الإنسان الذي يفعل خيرا يحارب؟ يعني أنا ما أعرف هل الكلام صحيح، هل الذي تراه أنت خير يراه الغير غير؟ المهم جدا يا جماعة الخير أن نفهم هذا الكلام. أنا ذكرته والآن بذكره في التغيير، أن أنت إذا أردت أن تتعلم كيف تتعلم، مهم جدا أنك واحد استثمر هذا الكلام اللي ذكرته، حاول تعرف ليش، وحاول وحاول وراجع، راجع وعمم، عمم وطبق وراجع. بتشوف أحيانا إحنا نظرتنا لبعضنا البعض هو السبب في هذا المعطى. بعطيك مثال، أنا أعطيت صدقة، شفت فقير وعطيته صدقة، حد منكم بيقول أوه الدكتور أحمد طيب، آخر بيقول لا الدكتور أحمد أصلا يستعرض قدامنا بس يعطي الصدقة ولا أعطاه عشان تشوفه. حد غير قال هذا الدكتور أحمد يعطي الناس أوه ما له خلق بس كذا يجاملنا. كل إنسان راح يقول كلمته بناء على ما في داخله. كذلك أنت لما بشوفك تصلي، إذا أنا أكرهك أو شفتك تبتسم وأنا أكرهك بقول أنت تضحك علي، إذا بيني بينك عداوة، وإذا أنا أكرهك بدعي عليك. يا جماعة الخير لما الآخر يفهمني غير، حتى لو كنت أنا نبي راح يفهمني غير، استغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله. يا جماعة الخير افهم يا أخي الكريم، يا من سألت هذا السؤال، أن المشكلة أحيانا هي طريقة عرضنا. قد نحمل كيكة لكن الآخر يظن أن فيها سم، وقد نحمل سم والآخر يظن أن فيها خير. طريقة العرض، وهذا الأصل اللي قال عنه الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وما يلقى ويؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في شيئين، في معرفة الهاو وير يعني الهدف، وفي معرفة النو هاو وهي الكيفية والآلية. وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبرت على الناس، حاولت تفهمهم، اثنين ذو حظ، وما يلقاها إلا ذو حظ حظي. فمن هذا المنظور هذه الإجابة اللي أنا بوجهها لك وبستغلها في الوصول أو التعليق على الموضوع في مسألة تعلم كيف تتعلم. بذكر لكم قصة الفار اللي غلب أسد. هالمرة سمعتوا إن فار غلب أسد؟ تستغربون طبعا، بس كيف نستغرب وإحنا بعصر الكورونا، فيروس لا يرى بالعين يعني أصغر من الفار، غلب العالم كله بكل ما يحمله من أسلحة نووية وعلم وكمبيوترات وأقمار صناعية وهذا أكبر من الأسد. القصة كالتالي، الحقيقة القصة ما صار لها أسبوع.
دكتورة من الدكتورات تخبرني كريمة، تخبرني عن ولدها، تقول لي ولدي لا يتكلم، ما يتكلم اللغة العربية الفصحى في المدرسة، هو جريد 2 مدرسة أجنبية كله يرطن، وإذا تكلم تكلم شوية عربي، باللغة العربية درجته تقارب الصفر. قررت أني أغيرها. تعال، استخدمت معاه كل الوسائل التربوية، جلسته خليته يتكلم، حاولت معاه، حاولت حببته شجعته قويته. تقول الله وكيلك دكتور، خلال يوم واحد جلست معه 6 ساعات، شفت الولد أول شيء بالضايق، بعدين فتشت نفسيته. تقول المسا جاني يتكلم اللغة العربية الفصحى بصوت شهوري عالي، الصبح جاني الولد نشيط عساس يشوف التعلم اللي عن بعد الجميل اللي الآن متواجد في دولتنا، وهو يتكلم مع أمه باللغة العربية وبهذيك الابتسامة، ويقول لها أمي الفار غلب الأسد. فتقول كيف؟ أنا تقول ما كنت ناسي الموضوع، فقلت له كيف؟ قال لها أمي اليوم أنا بالحلم بالمنام حلمت إن الفار غلب الأسد. فردت عليه كيف؟ فرد عليها باللغة الإنجليزية by practice، يعني من خلال الممارسة. فالممارسة يا جماعة الخير، هذا الفأر إذا تعلم كل الأعمال فالذبابة تدمي مقلة الأسد، فكيف بفأر؟ القصة يا جماعة الخير حقيقية وتعبيرية وتأكيدية على أن العبرة الحقيقية هي أنك إذا أردت أن تتعلم كيف تتعلم، اتخذ الإجراءات المناسبة توصل للهدف اللي أنت تطلبه. سؤال يقول هل الشخص الإيجابي سعيد بطبعه؟ طبعا، لأنه يحسن قراءة الضغط الإيجابي. وإن شاء الله إن شاء الله المحاضرة الخميس القادم راح أتكلم عن هذا البعد، لما بتكلم عن الذكاء الروحاني أو الروحي الإيماني إن شاء الله. دكتور، ما رأيك بالمقولة التي تقول إذا الكلام من فضة فالسكوت من ذهب؟ ليس دائما أن هذا الكلام أقوله، طبعا حسب سلوك أيا كان، لكن السكوت هو نوع من أنواع الانسحاب ويتخذ في لحظات. شوفوا يا جماعة الخير، احنا دائما نقول طبعا السكوت وقت الغضب، لكن كل الأساليب اللي احنا ننصحها هي أساليب تعبيرية. فإذا السكوت تعبيري هذا ممتاز، لكن إذا السكوت هو امتناع عن إعطاء نصيحة أو إحداث نقلة أو عمل تطوير فهذا لا. طبعا أنا لست من يراه ذهبا، أنا أراه رمادا. كيف نعلم الأطفال الإيجابية؟ هذا الكلام اللي توي ذكرته، الحقيقة الأطفال نتعامل معهم أو نعلمهم الإيجابية ليس من خلال الإقناع، وإنما من خلال أمرين. الحقيقة هذا كنا بعد في نقاش تربوي تأكد لنا أن إحنا عيالنا إحنا اللي غلطانين معاهم، ندلعهم، نحاول أن نحميهم، ما نضغط عليهم. جماعة الخير، حبيتوا تعلمون عيالكم الإيجابية شوي، ضغطوا عليهم من خلال الممارسة والتذوق، تذوق النجاح، هذا راح يعلمهم الإيجابية والتحمل، لأن هذا اللي راح يجعلهم reach to their limits. لأنهم إحنا عيالنا من زود ما مثل ما قلنا يعني قبل أن يستخدمون الملعقة الذهب دلعا، في الحقيقة هذا غير مناسب في بنائهم. دكتور، شو نسوي إذا بيئة مليانة من الحشاشين؟ ما أعرف شو معنى الحشاشين هنا، إذا كانت فزاء ولا اللي يحشون في الناس. أنا مخي راح مكان ثاني، الله يهديني. بس عبد العزيز يشرح لي، يعني يقول الحشاشين يعني اللي يتكلمون. البيئة هذه بيئة، جرب أنك تعطيهم أنت مثال الصمت، وهذا الكلام هنا أصبح مثالنا، كلامنا عن الصمت الذي اعتبرته رمادا أصبح ذهبا. هو حسن اختيار المكان،
فأنا من هذه اللحظة أقول إن بيئة الحشاشين بيئة أنا ما أقدر أتكلم عنها، لكن اللي أقوله إن إحنا أحيانا نكون قدوة، أحيانا نكون ناصحين، مثل ما قال الشيخ محمد الله يحفظه في كتاب رؤيتي، كتاب 2006 اللي يعني إذا حد في حد منكم مو بقاري ترى أنا أعتب عليه، لأنه هو منطلق تطور وطننا اللي إحنا فيه اليوم هو هذا الكتاب. زي الفرجاء اللي مو بقارنا أو لم يقرأه إنه يروح له، وبيشوف في قصة القصة اللي ذكرها الشيخ محمد في الشابتر 1 قال فيه عن قصة الغزال والوحش أو الـ الأسد، فقال إن الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، غزال لما يصحي الصبح يحاول يهرب من إنه يكون طريدة، وأن هناك صيادا يصحي الصبح، يعني الأول يصحي الصبح يرجو أن ينجو من أن يكون صيدا، وصيادا يصبح الصبح يرجو أن يصطاده طريدة. قال وثالث شخص واقف يقول لهم يا أسد لما تاكل، لما تكون متوحش لا تاكل اكثر من حاجتك، ويا غزال احرص على ان تكون الاقوى حتى يبقى في النسل وفي الحياة الاقوى. هذا الناصح هو العنصر الثالث وقت الحشاشين، هذا اللي احنا ندوره يا جماعة الخير، وهو الشخص الناصح. أرجع لي المحور الثاني، الآن أنا خلصت المحور الأول اللي فيه تكلمت عن معنى تعلم كيف تتعلم، نروح للمعنى الثاني اللي هو واكب التغيير. في مواكبة التغيير خلونا نأكد أن التغيير سنة، فإذا لم تتغير تغير، إذا ما تطورت ترى راح تتغير. وهذا المعنى خلني أعطيكم معلومة يمكن ما تعرفونها، ما أعرف تعرفونها، بلادنا عانت من نكبات سابقة صحية، ليست هذه المشكلة الأولى اللي إحنا نعانيها الآن والعالم طبعا اللي هي الكورونا، قبلها كان الجدري اللي سمعتوا قصته، وقبلها كانوا الناس يموتون أكثر من مرض الملاريا، حتى تغيرت جيناتنا. شعب الإمارات 30% منه خلاياهم، خلايا الدم عندهم يسمونها السكن سيلز أو الخلايا المنجلية اللي هي على شكل هلال كبيرة، 30% منه تكيف طبيعي للتعامل مع آفة تقتل الناس. أرجع للكلام وأقول لكم في مفهوم التغير الأهم في مواكبة الحياة، لأن مناسبة الصين بعطيكم قصة صينية اليوم، بعطيكم قصتين صينيات الآن وبعدين بعطيكم قصة أضرب. تعرفون أن البيبسي لما حاولوا أن يجيبون الصين حصل مقاومة شديدة من الشعب الصيني، صار الشعب الصيني لا يحب أن يشرب المثلجات، لهو شعب لا يحب شرب المثلجات، ولذلك جماعة البيبسي ما قدروا لفترة وصرفوا عشرات مئات الملايين لإقناع الشعب الصيني إنهم يشربون، حتى اكتشفوا السر. السر كان ظريف، على قولتهم من مئات السنين انتشر في الصين، انتشرت دودة صغيرة لا ترى بالعين المجهرية في الماء، هذه إذا دخلت في جسم الإنسان تأكل لحمه فيموت. مات الناس، حتى اكتشفوا أن الطريقة الوحيدة للنجاة من هذه الدودة هو غلي الماء وشربه بعد ذلك. مع الزمن وتناقل الأجيال أصبح أنك تعطي الإنسان الضيف ماء ساخن يشربه، هذا أحسن من الشاي الأخضر اللي الحين الصينيين يتباهون فيه. مع الزمن أصبح الاعتقاد داخلي غير معروف فكريا، والقصة نساها ارتستها الأجيال، أن الصحة بشرب الماء الساخن. مع الزمن
لما يوهم بالمثلجات ما نجحوا. حتى يوم من الأيام خطرت ببال شركة البيبسي بعد ما عملت البحوث وصرفت إنها تعمل دراجن من علب البيبسي ومغاطيه اللي الغطى يعني، وتخلي هذا الدراجن يطلع نار وتوحي للناس أن البرودة أتت من بعد تسخين. بهذه الطريقة استطاعت أن تقنع الشعب الصيني على الشرب. الشاهد، التغيير يجب أن تواكبه ويجب أن تتعامل معه ويجب أن تركب موجته، وإلا ستكون أنت غير متواجد. وعندما تهتم بذلك يجب أنك ما تنسى أن هذا التغيير يعتمد على المحيط. خلني أشوف هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما الفرق بين الإيجابية والتفاؤل؟ التفاؤل شعور يجر إيجابية، الإيجابية هي عمل وتوقع بنائي، يعني الإيجابية أكثر نحو العملي والتفاؤلية نحو المشاعر. السؤال: كيف أحاول أكون إيجابي أكثر يزيد اكتئابها كلما أحاول أكون إيجابي أكثر يزيد اكتئابي أكثر؟ هذه القصة ظريفة، بقول لك إياها. هذا الفرق بين حديث النفس والاعتقاد. كثيرين يقولون لنا في الرسائل، يقول إنك أنت كرر حديث النفس الإيجابي. حديث النفس الإيجابي مع الزمن بيغير اعتقادك. في ناس مع الأسف بتكون في عندهم حلقة مفقودة بين حديث النفس وبين الاعتقاد، وهنا احنا مهم ان احنا نركز على هذه النقطة باعتبار انها نقطة جدا جوهرية. يا اخي، دور عن الاعتقاد الداخلي العميق، مثل ما توي قلت قصة الصينيين، اعتقادك الداخلي وليس فقط حديثك مع الذات. حاول انك تتفهم الحقيقة، لان هذا مثل انسان اللي فرحان وبعد يقول بعد الفرح ما في الا حزن فيحزن. هذا نفس الشيء لما احدى الحالات كانت جاتني بدايات تعلمي للعلاج النفسي، فاقول لها: قولي لنفسك انا قوية انا قوية، فهي وهي تقول انا قوية، تقول انا قوية انا قوية، وهي تصيح. اذا كيف تصيحي وتقول انا قوية؟ الحقيقة الفكرة هي ان هناك مثل خلنا نقول شعرة بين الغضب وبين القوة، وبين الغضب بين الحزن، بين الخوف وبين الشجاعة، بين القوة وبين الضعف. هذه الكراكة الصغيرة أو الشعرة هي التي أنت يجب أن تركبها إذا أردت أنك ما تحزن لما تحاول تتفاعل. سؤال يقول: دكتور، عندي أزمة شخص عزيز علي وايد لكن هجرني دون سبب، كيف أكون إيجابية وأغير ما في نفسي؟ سؤال جدا جميل. رقم واحد، شوفي تسجيل محاضرتنا عن الذكاء العاطفي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، بجاوب على سؤالك في محيط حديثي عن المحور الثالث اللي هو على ركز على ما يفيدك. آخر كلامي بجاوب إن شاء الله على السؤال، بس حتى ما أضيع الوقت على أساس المدة الزمنية اللي عندنا. سؤال: كيف نضغط على عيالنا بدون ما نضربهم؟ وايد سهل يا جماعة الخير، لازم نضربهم. ضربهم هو تعبير عن فشلنا، ضربهم هو تعبير عن ضيق نفسنا، ضربهم هو تعبير عن عدم صبرنا. عطوا الناس زمن، عطوا اخوانكم وعيالكم مساحة حتى الواحد يثبت وجوده، كل ما اثبت وجوده نجح. ارجع لكلامي اليوم، ان شاء الله طولنا، ما راح اخلص محاضرتي بالوقت المناسب، بس احاول ان شاء الله اختصرها. اني اقول لكم ان احنا لما نواكب التغيير مهم ان احنا نضع بعين الاعتبار نقاط، منها ان احنا نحسن التواصل والإنصات والتدريب والمشاركة مع الغير. آخر نقطة وآخر محور يهمني هو مسألة التركيز على ما يفيدك، وهذه النقطة أنا تهمني لأني كثير ما أجد الناس مشتتين بين ما يريدون وبين ما يريد الآخر، بين ما يتمنون وبين ما يفعلون. ولذلك مهم جدا ان احنا نضع بعين الاعتبار ان اذا اردت ان تفكر تركز على شيء، يجب اولا ان تفكر فتقتنع، تفهم فتعرف،
توجه فكرك فتحسن. وعلى هذا يهمني جدا أني أذكر القصة التي أحبها كثيرا عن خطيب الصين اللي يلقب بخطيب الصين. ذلك الشخص كان يعاني من عدم القدرة على المشي اللي هي التواء الركب وتأتأة وخجل واحمرار، وكان يعني صغير بعمر 8 سنوات يستحي أنه يتكلم قدام الناس، يخجل في المشاركة لما يروحون دروس التعلم. بالأخير كل حد يضحك عليه. يوم من الأيام كان بالسوق مع أهله وإذا به يخطئ ويضحك عليه أغلب من في السوق. يرجع البيت كسير الجناح، مضايج، مقهور، مهزوم. سبحان الله، خلال هذه اللحظة يقرر، شوفوا الكلام، تركيز، ركز على ما يفيدك، يقرر أن يثبت لهم غير ذلك وينتقم منهم. طبعا ينتقم منهم مش بانتقام الضر، وإنما بانتقام إثبات الوجود. سبحان الله يا جماعة الخير، صنع له تمثال صغير وصار يتكلم معه. يروح الصف ويرجع يعيد الحصة مع هذا التمثال بالغرفة، ما حد يعرف عنه. بعد فترة عمل تمثالين، بعد فترة عمل 3 تماثيل، بعد فترة 4 تماثيل، وهو في كل مرة يقرأ ويحاضر ويقرأ ويقرأ ويحاضر وهو يقرأ ويحاضر وهو يقرأ ويحاضر وهو يقرأ. بعدين شوية يقرأ ومن ذهنه ومن ذهنه ويقرأ. بعدين صار يرتجل، ملأ الغرفة تماثيل ويحدث فيها وبالأحلام العملية يحدث ويتكلم. لما صار عمره تقريبا 17 سنة، للحين صغير في عين الحكماء الصينيين. في هذه اللحظة مسك الصين امبراطور قوي عنيف، يريد انه يعمل حكم دكتاتوري، ودخل على الناس وصار يروح لهم محافظة محافظة، مقاطعة مقاطعة، مع الجيش، يطلب منهم انهم المتحدثين والوجهاء في كل قرية وفي كل مقاطعة انهم يتكلمون، وخلال حديثهم يعني يعبرون عن الطاعة والولاء والحب والتفاني فيه. سبحان الله، كل ما يروح الملك أو الامبراطور مدينة يقتل على الأقل 4 أشخاص يتأتؤون، يقص راسه يقول أنت غير صادق، الثاني يتردد أطاح برأسه قال له أنت ما تعرف. وطبعا هذا بغرض إثبات الحكم، ويعني حسب وجهة نظر طبعا الماضي. لما وصل لهذه المقاطعة أتوا عملوا الستيج أو يعني المصطبة للجلوس، وجلس الملك والجنود والحشم والخدم، وكل الناس سجدوا للإمبراطور. فنادى المنادي: من هل من متحدث؟ الجماعة قوم اللسان الطويل كلهم لسنتهم انقصت. من اللي يتكلم؟ ما حد. هل من متحدث؟ ولا نصخ ولا نفس على قولتهم. هل من متحدث؟ قاموا كلهم ولا يحسون بواحد يمشي بين الصفوف برجل ضعيفة غير متوازنة. وصل للستيج، وقف أمام الملك أمام الإمبراطور، الكل وقف نصخه، قال: هذا أول رأس مقطوع. فقال: أيها الإمبراطور العظيم، إننا نرحب بك ونتشرف ونبايعك ونتعاهد. وأعطاه ذيك الكلمة ببعض التأتأة ببعض النواقص، ولكن الإمبراطور أعجب بجرأته وقوته وحرصه وفصاحته، فابتسم وقرب إليه. والظريف إنه خلاه يتحدث باسمه بعد ما ردت شوية الروح أكثر وزال اصفرار الوجه عن الولد. ثم بعد ذلك مع الزمن الإمبراطور بقى في مكانه، وأصبح يرسل هذا الرجل أو هذا الصبي ليتحدث باسمه، فدارت جميع أمصار الصين حتى لقب بخطيب الصين.
هذه القصة تؤكد على أن المحور الأساسي للنجاح هو أن الإنسان يحسن التعرف على ما يريد ثم يعمل على هذا الأساس. إذا أحسننا يا جماعة الخير، أرجع وأقول التفكير والتركيز على ما نريد بالبعد عن مشاعرنا، إني حاول أفهم وأكون صورة مناسبة وأفكر بالنتائج، نتائج كلماتي، نتائج تعبيراتي، نتائج أفعالي، ووجه طاقتي نحو هدف واحد، لا أتشدد، لا أتشتت، أتحدد، أتعامل مع الأولويات وأتعامل على أساسها، وأبتعد عما يسمى بالتردد، آفة المتعلمين وآفة المهتمين وآفة المتميزين هو أن يريدون يلمون كل شيء بإيد واحدة وبين إيدهم. الحقيقة يا جماعة الخير مهم عنصر الحسم في هذا المجال حتى نكون أكثر قدر على المواجهة. سؤال يقول كيف أكون هادي مع إزعاج الأطفال؟ يا جماعة الخير حبوا الأطفال، بعدين في اقتراح بسيط، حطوا قطنة بذنكم ترى يهدي، لكن النصيحة هي دائما الحب، فرحتكم فرحتهم، فرحتهم فرحتكم، وصراخهم دلالة على صحتهم وسعادتهم. مش هذا اللي احنا نريده؟ غير مفهوم المعنى. طفع عنك الكمبيوتر التليفون عدد بن أحمد. سؤال يقول كيف نتعامل مع شخص يتجاهلنا مثل المدير المباشر؟ التجاهل هو عبارة عن تهرب من المدير، ترى للمعلومة أحيانا مدراءنا يعطونا إشارات عن ضعفهم وليس إشارات إنهم أقوياء، منها التجاهل، التجاهل والصمت والانتقام والكلام من الظهر، هذه كلها علامات ضعف المدير. كيف نروح نواجهها؟ المواجهة، ومرة ثانية أقول الفن هو بالمواجهة. كيف أواكب تغيير عملي؟ عملي يعني وظيفته، تغير الوظيفة من خلال التغير نفسه اللي احنا نتكلم عنه يا جماعة الخير، لا يختلف تغير الوظيفة عن التغير في الحياة، عن التغيير واحد. كلما مررنا عضلات التغيير وتعلمنا أن نبتعد عن كسل الفكري وحاولنا أن احنا نبني ذواتنا من خلال تعلم كيف نتعامل، كيف نواكب التغيير وكيف نركز، كل ما ننجح أكثر في تعاملنا. أخيرا أنا تهمني هذه الشفافية أو هذا الكلام اللي فيه شفافية واضحة معكم يا جماعة، شو الشيء اللي لازم نغيره حتى نواكب الحياة؟ شو الأشياء اللي لازم نغيرها كشعب الإمارات؟ بعطيكم قراءتي من خلال 30 سنة خبرة، إن شاء الله عندي خبرة وقت فيها، هي من خلال 30 سنة خبرة في الاستشارات النفسية، في البحث العلمي، الحمد لله أستاذ دكتور، عندي يمكن أكثر من 30 بحث أجنبي عن مواضيع التركيبة النفسية في مجلات علمية وعالمية. أقول لكم التالي، هناك مجموعة من الأشياء والعيوب فينا يجب أن احنا نبدأ نغيرها، وبقسمها إلى 4 محاور. المحور الأول في المفاهيم والقيم، نقطتين في كل محور. المحور الأول في المفاهيم والقيم، بقول اللي قاله أمس الشيخ محمد، صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، تذكرون شو بتكلم عن؟ عن الإسراف. الصفة اللي لازم نغيرها كمجتمع إماراتي أشخاصا إذا أردنا أن نحدث التغيير، واحد تجنب الإسراف، وتغيير مفهوم الإسراف أنه دليل كرم أو دليل غنى. 2، تجنب أو البعد عن الاستعراض، وهو ليس دليل القوة ولا الغنى، شراء الماركات والكذا. سبحان الله، هذه النقطتين مهم أن احنا نغيرهم أو نحاط نكلم أنفسنا فيهم. الموضوع الثاني، يجب أن نغير في تفكيرنا 2، الكسل الفكري والاتكالية، 2
ان احنا يجب ان احنا لا نغلق البدائل عندنا، مثل ما قال الشيخ محمد ان الخيار هو البدائل والانفتاح والاختيار. ان احنا نركز على الانفتاح الفكري والبحث عن البدائل. اذا الان انا ذكرت اربع نقاط، هذه بتركها ان شاء الله بحطيها بالانستغرام ويعني كما هي ان شاء الله حاكتبها حتى اكد عليه، حتى الاستعجال ما ياثر قبل لا يعني ينتهي علينا الوقت. المحور الرابع اللي يجب ان احنا نغيره حتى نواكب الحياه والتقدم ونحقق طموحات وطننا وقيادتنا الخمسينيه، هي ان نغيرها اشياء في مشاعرنا وعواطفنا. واحد، نخفف التحسس. الحساسية يا جماعة الخير وخوف الخطأ مشكلة يجب ان احنا نزيلها من انفسنا او نخففها، ما نخاف الخطأ. اثنين، ان احنا رد على الاخت الان اللي ذكرت لي عن مشكلتها مع من تركها، الانغماس والتعلق والاندماج والانجراف نحو الامور لازم نغيره فينا. احنا الحقيقة اذا حبينا حبينا حبا جما، اذا كرهنا كرهنا حبا كرها جما، اذا انغمسنا وتعلقنا بشخص صارت الحياة كلها هذا الشخص، ومحور الحياة هذا الشخص، ومربط الفرس ورأس الفرجال في هذا الشخص. هذا خطأ كبير. مع الأسف كثيرين منا يقبلون أسر الآخر له. إيجابيتك وحبك لذاتك مش انك تثور على هذا الأسر، ولكن انك تغير هذا الأسر، فتكون العلاقة علاقة متوازنة بينك وبين الطرف الآخر. الهوس بالآخر، الانجراف العاطفي، الاتكالية عادة مهم ان احنا نغيرها اذا اردنا احنا نواكب الحياة، طبعا من منظور المشاعر والعواطف. اخر محور هو السلوك والتصرفات. اتمنى يا جماعة الخير ان احنا نترك التسويف في مواقع، ونترك التسرع في مواقع. نترك التسويف لما الأمر له علاقة بالتغيير والتطوير وخدمة الوطن، لا تسوف فيه، احسم. وأن تترك التسرع في والتعجل في المواقف التي فيها ردود أفعال انفعالية. أنت تراك تستطيع أنك تنتقم، لكن ليس بالانتقام الذي يتحدثون عنه، ولكن بطريقة انتقام خطيب الصين، بطريقة انتقام تلك الأخت اللي حاولت تغير بيتها. مش إن تترك إخوانها كبرت وصارت وتقدر ترد وتقدر تثبت وجودها. يا جماعة الخير، النجاح الحقيقي هو إن احنا نحقق هالنقاط المجموعة اللي ذكرتها في مسألة مواكبة الحياة. بعيدها بسرعة قبل ما أختم في المفاهيم: الإسراف والاستعراض في التفكير، الكسل الفكري والانغلاق الفكري أو الاختيار بديل واحد، في المشاعر الحساسية والانغماس، في السلوك التسرع والتسويف. خلونا نغير هذا إذا حبينا حتى تكون محاضرتي عملية. فبالصورة هذه أنا ذكرت لكم يا جماعة الخير الهدف اللي إحنا نبحث عنه هو: واحد، إن إحنا نكون الشخصية اللي تمنتها لنا قيادتنا في أمنية، أو في إن شاء الله إحنا الآن في عام 50، أصعب عام ها، حتى نقول يعني سبحان الله التبر، مثل ما قال الشاعر يقول التبر ما مرخته تبر، يعني الذهب ذهب حتى لو مرخته بالطين، فإحنا ذهب. ولذلك إن شاء الله إن شاء الله بعون الله سنة 50 أو عام 50 هو عام مميز بالنسبة لنا، لأن إحنا سنستطيع أن إحنا نحدث هذا التغيير الإيجابي الذي يحقق النجاح، متمثلين برؤية قيادتنا من خلال هذه الجوانب اللي الآن أنا حاولت أني أختصرها وأوجهها وأعطيكم الآلية المناسبة عليها. أنا بعد شوي بغلق الحوار الحقيقة، بس توتري دائما ما أحب أني أغلق في رأس الساعة، باقي لي 3 دقائق. يسرني في الحقيقة أني في الختام أشكر معالي الوزيرة ووزارة السعادة والبرنامج الوطني، ويعني الحقيقة أؤكد على أن
يعني بعض الأحيان نكون مقيدين في الوقت، ما نستطيع أن احنا نذكر كل شيء، لكن بذكركم بشيء، هو أنهم يعني الآن عاملين مبادرة جميلة يسمونها سموها حملة حملة لسلامتكم، وهي مسألة تعزيز وسلامة العمال في الإمارات. أرجوكم تدخلون على نفس الانستغرام هذا اللي الآن أنتم فيه هابي يو اي اي، تشوفون التفاصيل. من أراد أن يتبرع فليفعل لدعم البرنامج. شيوخنا وقادتنا هم رمز الإيجابية، وهذا اللي يعني عرفناه عنهم، وهذا اللي احنا نسعى لأن نكون يكونون لنا قدوة ونكون لهم جند أسود يقودون أسودا في وطن الأسود. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم خير.